فيها سنة. جرت اليوم على أدي ملعب نادي الموصل الرياضي مباراة دوري الممتاز بين فريقين نادي الشرقاط ونادي ميسان، وكانت مباراة حافلة بالحركات الرياضية وجمهور غفير اجتمع، وبالنهاية يعني إن شاء الله فازوا نادي ميسان بنتيجة 2-0 على نادي الشرقاط. نهني فريقنا نادي ميسان الرياضي على هذا الفوز الكبير الذي حققه على الشرقاط بعد أن عانينا من السفر أكثر من يومين. إحنا في سفرة من ميسان إلى بغداد، من بغداد إلى الموصل، فعانينا معاناة كبيرة في سبيل وصول الموصل، وإن شاء الله إحنا اليوم تسلسلنا اليوم ثالث بالدوري، فالحمد لله وشكر مرة أخرى هاي جهود المدرب واللاعبين والإدارة في قيادة الفريق. مبروك لجماهيرنا، مبروك لإدارتنا، مبروك للكادر التدريبي للاعبين. مباراة صعبة كانت صراحة، اليوم نلعب أمام فريق مثل فريق الشرقاط ولو يحتل المركز الأخير، بس فريق ممتاز، فريق منظم، يملك كادر تدريبي جيد، لكن احنا المباراة تهمنا أكثر من الشرقاط، يعني فريقنا ينافس على المراكز الأربعة، والمباراة القادمة ما يحتاج يعني أن نفرط بنقطة واحدة، فهدفنا واضح وهدفنا الوصول إلى المراكز الأربعة، لأن فريقنا صراحة يستحق، وإن شاء الله عندنا مباراة أمام القرمة، راح يكون عندنا لقاء في ملعبنا، إن شاء الله راح نعزز مركزنا في لائحة الدوري، وإن شاء الله نواعد جماهيرنا العزيزة بأن فريقنا هو قادم إن شاء الله للأدوار النهائية إن شاء الله. أحب أبارك الميسان، فريق جيد يحمل روح وتكتيك، فريق يستحق الفوز اليوم. أنا عدة ظروف كانت أسباب الخسارة، اولا الاتحاد اللي ابعد من عندي كذا لاعب بحجه انه عندهم اخطاء اداريه، اضافه الابعاد بسبب 3 انذارات اهم لاعبيني، اضافه ابتعاد لاعبيني بسبب الاصابات، فلعبت بتشكيله تقريبا لاول مره تلعب، بس للامانه فريقي ما حضرت الروح اليوم، تحسوا فريق ما جاي ينافس مباراه اليوم، وعده اسباب. الاتحاد ظلمنا، انا كان هسه بالمركز الخامس، تخيل انت بالمركز الخامس يعني بظرف اسبوع تلقى نفسك اخير، يعني انا من 15 نقطه الى 8 نقاط، ف بيا روح تلعب.